الساعة بقى خلاص.
السلام عليكم يا دكتور، حضرتك كده سامعني؟ أيوة أستاذ أحمد، عليك أستاذ حوار كده، سامع حضرتك. طيب ان شاء الله كده افتح البث ونبدا باذن الله. يلا بينا. تمام، ثانيه واحده. بسم الله. تمام كده يا دكتور، كده البث المباشر بدأ، حضرتك ممكن تبدأي دلوقتي. تمام، اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة التاسعة من محاضرات الـ Document Information Management Course. النهاردة 6/8، احنا كنا أخدنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الـ Control of Computerized Data. حد فاكر ايه الكونسبت اللي احنا كنا اتكلمنا عنها فيها؟ احنا قلنا ان عندنا 6 كونسبت لازم ناخد بالنا منهم واحنا بنعمل اي سيستم او واحنا بنكنترول على الداتا على السيرفر او على الكمبيوتر، اي سوفت هاب يعني. فحد فاكر ايه اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت؟ حاجة من الستة كونسبت اللي احنا اتكلمنا فيه. الفايلات، احنا كل شغلنا فايلات، انهي فايلات بالظبط؟ الباك اب ده كان واحدة منهم. البروف السوفت، الخطابات، فايلينج اندكس ده كان في الاخر خالص. ايوه بالظبط، بدأ استاذ ايهاب اهو. Integrity of the document، تقسيم وترتيب الملفات، Encryption and Decryption بالظبط كده، Coding number، احنا لسه بنتكلم في العناوين الكبيرة بس ما دخلناش من ديتيلز في المواضيع التانية. فايلينج نيم، فايلينج نيم دي كانت في الآخر برضه. الدرجة دي صعبة؟ طيب خلينا نفتكر مع بعض. اول حاجه، اول كونسبت احنا اتكلمنا فيه قلنا فيه الاوثورايزيشن اند اوثنتيكيشن. قلنا ان ده ان احنا ازاي بنخلي كل شخص من الناس اللي موجوده عندنا ان احنا بندي لهم الاوثورايزيشن ان هم يقدروا يدخلوا اصلا على السيرفر ويبتدي ان هم يشوفوا الدوكيومنتس ويبتدوا يتعاملوا فيها. دي اول حاجه. اتنين، اتكلمنا عن الاكسس كنترول، قلنا ان الاكسس كنترول هي الكنترول اللي حضرتك بتديه للشخص علشان يقدر ياكسس فايلز معينه. تالت حاجه قلنا اتكلمنا فيها كانت الفيوز، مين يقدر يشوف ايه وما يقدرش يشوف ايه. كل واحد من التيم بتاعنا قلنا ان في شويه دوكيومنتس بتبقى كونفيدنشال، مش مفروض الناس تعرف ان هي تشوفها، فبالتالي احنا اللي بنحدد الرولز دي مين هيشوف ايه ومش هيشوف ايه. بعد كده اتكلمنا عن الباك اب وقلنا ان الباك اب ده ليه شويه رولز كده، المفروض ان هو لا اما هو بيتعمل اوتوماتيك على السيرفر وفي شركه هي اللي بتعمل الباك اب ده، او في سيستم هو اللي بيعمل لنا الباك اب ده، او ان احنا اللي بنعمله مانوال. وقلنا ان احنا بنمشي الرول اللي احنا بنمشي بيه 3 2 1. حد فاكر الرول ده طب كان يعني ايه بتاع الباك اب ده؟ ثلاثة اتنين واحد كوبيز هارد خارجي. ماشي، بدأنا. بتكلي اون سايت تو سوفت كوبي وان اوت سايت. تمام،
احنا كنا بنتكلم عليه ان احنا عندنا حاجة اوريجينال موجودة عندنا على السيرفر، لازم ناخد منها تو كابلز موجودين على هارد درايف خارج السيستم، منهم واحد بيبقى اوت اوف انترنت، ما فيش انترنت كونكشن عليه، والتاني اللي او التالت بيبقى خارج السايت تماما، علشان نبقى متأكدين ان الـ الداتا دي سكيورد، مش ممكن يحصل لها دامج مع اي حاجة لا قدر الله حصلت في الموقع. تمام. وبعد كده اتكلمنا على الانتجريتي، قلنا ان لازم يكون النظام كله متكامل وكله ماشي متناغم مع بعضه، ما فيش اي حاجة مش ماشية تحت السيستم، لازم يبقى كله ماشي برول واحد. واخر حاجة اتكلمنا عنها التشفير، وقلنا ان احنا لازم البيانات بتاعتنا والداتا بتاعتنا يكون ليها حماية ضد السرقة وضد الـ الانتهاكات وضد الـ ويعني يكون عندها يكون فيها سيفتي رولز قادرة ان هي تحملنا الداتا بتاعتنا. وبعد كده اتكلمنا عن الفايل نيمينج، احنا كان عندنا شوية شروط في النيمينج بتاعت الدوكيمنتس اللي احنا او الفولدرز اللي احنا هنحطها على السيرفر، كانوا كام شرط؟ كانوا حوالي 7 شروط. حد فاكر منهم حاجة؟ واضح انتوا المرة دي مش مذاكرين. الترقيم، تمام، اسم المشروع، ايه علاقة اسم المشروع؟ الفايلز اللي احنا بنعمل لها رينيمينج على السيرفر او على البلاتفورم اللي احنا بنتعامل بيه، احنا قلنا ان لازم في شوية شروط في النيمينج بتاع الفايل ده علشان نقدر نتعامل بيه. ايه هي الشروط بتاعة الفايل نيمينج؟ related بالظبط كده. سهل سهل الوصول للداتا، ملهاش علاقة هنا خالص. بالظبط كده. كاركترز للزان 25 حرف، discipline number revision type of documents reference code and document reference data format date. بالظبط قلنا date، قلنا revision كمان part of subject date format. تمام. طيب احنا قلنا اول حاجه ان السيستم اللي احنا هنتعامل بيه لازم يكون سيستم ثابت، او الكونسبت اللي احنا هنتعامل بيه لازم يكون ثابت، يعني ما ينفعش ان احنا نكون بنعمل رينيمينج للفايلز بطريقه ونيجي في نص المشروع نعمله بطريقه تانية، او في فايلات معينه بنعملها رينيمينج بسيكونس معين ونيجي في فايلز تانية ما نعملهاش بنفس السيكونس. فاول حاجه لازم يكون السيكونس والفورمات والداتا بتاعت الفايلز لازم تكون كلها واحدة. اتنين، لازم يكون صغير وما يزيدش عن 25 حرف زي ما احنا قلنا. قلنا ان احنا نأفويد السبيشال كاركترز زي الداش، زي سوري، زي السلاش، الهاتش، الاقواس، الكلام ده كله، نبعد عن كل الحاجات دي ونبعد عن السبيسز. وقلنا ان احنا نبقى انستيد اوف السبيسز والسلاشز، قلنا ان احنا نخلي فيها كابيتال ليترز، او نعمل ان هو الاندرلاين. تمام. الاثنين دول هيغنونا عن السبيسز. قلنا كمان ان السبجكتس او التايتل بتاعت الفايلز او النيمينج بتاعت الفايلز ما ينفعش يكون فيها سبيسز، علشان لما نيجي نعمل سيرش عليها تبقى سهله بالنسبه لنا. قلنا ان احنا نتبع الفورماتنج بتاعت الديت، لازم تكون فورماتنج واحده علشان ما يحصلش اي لخبطه ما بين الشهر واليوم زي ما بيحصل معانا. وقلنا كمان مهم جدا ان احنا الانكلود الريفيجن بتاع الدوكيومنتس دي، عشان يبقى سهل علينا ان انت قبل من غير ما تفتح الدوكيومنتس تبقى متاكد ان الدوكيومنت دي الريفيجن بتاعها كام، عشان وانت بتدور عليها تعرف توصل لها بسهوله. اخر حاجه اتكلمنا فيها كانت الفايلنج اندكس. احنا كان عندنا تايتل كده وشويه تايتلز كده او سامبل احنا اخدناها المره اللي فاتت على الفايلنج اندكس. حد فاكر فيها اي حاجه من ال 25 اللي احنا اتكلمنا فيهم دول؟ قلنا ان احنا بنعمل مين فولدرز ونحط تحت منها سب فولدرز. بعد كده حد فاكر ان احنا كنا بنديها ارقام وكنا بنديها ديسكريبشن معين، وقلنا ان تحت كل مين فولدر بنخلي فيه سب فولدرز ليها علاقه بنفس الموضوع. حد فاكر حاجه من الفولدرز اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت؟ عارف اي سبميتلز اي ار. تمام.
correspondence subdoing minutes of meeting as built contract documents NCRs site instruction claims IVOs variation orders scope of work يعني بتبقى تحت الكونتراكت الدوكيمنت الكونتراكت اوف دوكيمنت تمام الريبورتس ايه تاني قلنا الماتيريال سبميتد الريكوست فور انفورميشن الريكوست فور انسبكشنز ماتيريال ديليفر تو سايت الديلي ريبورتس المونثلي ريبورتس ايه تاني الجزء بتاع السكادولز وبتاع البلانز بالظبط كده دي كل الحاجات اللي احنا بنتعامل فيها في الديلي بيزنس في الدوكيمنت كنترول قلنا ان احنا بنعمل لها مين فولدرز وبنحط تحتيها السب فولدرز بتاعتنا علشان يبقى سهل ان احنا نتعامل فيها ونبقى عارفين ان كل حاجه هيتعمل لها فايلنج تمام هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن السوفت كوبي النهارده هنتكلم شويه عن هارد كوبي احنا هنأجل بس الجزء بتاع المينتيننس اوف كوبي اوف كوبيينج اند بتاع الايكويبمنت ده هنأجله شويه لان الموضوع ده صغير فاحنا لو بدأنا فيه مش هنلحق ان احنا نكمل الفايلنج فناخد الفايلنج لو بقى عندنا وقت ناخد المينتنس النهارده ان شاء الله. طيب الفايلنج ايه هو تعريف الفايلنج الهارد كوبي احنا النهارده كل كلامنا عن الفايلنج الهارد كوبي فايه هو التعريف الحرفي بتاع الفايلنج حد عنده فكره؟ يعني ايه فايلنج ريكورد تمام حد عنده تعريف تاني غير الريكورد اندكس ماشي هي جزء من الفايلنج الاندكسنج حفظ المستندات المطلوبه بايوه بالظبط كده حفظ المستندات المطلوبة بطريقة آمنة ترتيب المستندات تصاعديا حسب التاريخ من الأحدث إلى الأقدم كل ما يخص أي مستند وحفظه archiving لا هو الفايلنج حاجة والarchiving حاجة تانية هما الاثنين بيتعاملوا نفس المعاملة بس يعني ده ليه concept وده ليه concept الحفظ في مكان آمن حفظ وتنسيق المستندات في ملفات تمام التعريف الحرفي للفايلنج هو الاحتفاظ بالمستندات في مكان آمن والقدرة على العثور عليها بسرعة وسهولة. يعني أهم حاجة إن أنا أحط الفايلز أو الدوكيمنتس بتاعتي في مكان آمن وإن أنا لما أجي أدور عليها أعرف أدور عليها بسهولة. تمام؟ وده اللي يفرق الفايلنج عن الأركايفنج. الأركايفنج أنت بتحطها في مكان وخاصة أنت مش محتاج الداتا دي منها في حاجة. الناس اللي كانت شغاله وبيقولوا ان هم كانوا دوكيمنت كنترول زمان وهم كانوا شغالين في الارشيف الارشيف ما بيشتغلش في الرننج بروجكت او ما بيشتغلش في الرننج دوكيمنتس انما احنا كدوكيمنت كنترولرز بنشتغل في المشروع وهو لسه قائم وهو لسه بيتبني وهو لسه بيتنفذ هو تحت التنفيذ فبالتالي انت بتشتغل في دوكيمنتس هي اصلا لسه رننج لسه ما اتشالتش وخلاص نقول ان هي خلاص مش هنتعامل فيها تاني لا انت بتتعامل في الداتا دي فبالتالي اللي يفرق حضرتك عن document control عن بتاع الراجل بتاع الارشيف بتاع زمان الراجل بتاع الارشيف كان بياخد الحاجه يشيلها وخلاص هو مش هيستعملها تاني فين وفين بقى لما حد يجي يدور في حاجه يكون محتاجها من تاريخ هو ساعتها يطلعها له انما انت وظيفتك انت كل يوم لازم تبحث على المعلومه او تكون عامل سيستم فايلنج سيستم عندك متاح لكل الناس ان الناس تقدر ان هي تدخل فيه في اي وقت وتقدر تدور على المعلومه اللي هي عاوزها او تدور على الدوكيومنتس وتطلعها بس احنا النهارده هنناقش ازاي نقدر نكنترول الفايلنج ده لو انت بتعمل سيستم جديد او لو انت عندك سيستم انت اوريدي شغال عليه وهتكمل عليه تمام مهم جدا ان انت تقدر ان انت تشيله بطريقه امنه وطريقه كويسه ومهم كمان ان انت لما تيجي تدور عليه وتطلع منه المعلومه زي ما استاذ سامح بيقول ان المعلومه تقدر توصل لها بسهوله وبسرعه ما تبقاش انت ما تقعدش تاخد تدور في المعلومه 3 ساعات تقول ان انا كده عندي سيستم ناجح تمام فاول حاجه الديفينيشن هنا بيقول ان الفايلنج هو الاحتفاظ بالمستندات في مكان امن والقدره على العثور عليها بسهوله وسرعه تمام كده اول حاجه طيب ايه هي الدوكيومنتس اللي احنا بنعمل لها فايلنج ايه هي انواع الدوكيومنتس اللي احنا كدوكيومنت كنترول بنعمل لها فايلنج
العقود وال documents المحاضر IRs. يعني احنا بنعمل ال IRs بس، كل مستندات المشروع تمام، المراسلات كل مستند عموما، خطابات واردة وصادرة تمام، all documents. هنا احنا بنوصف ان ال documents اللي احنا بنعمل لها فايلنج، احنا عندنا نوعين من ال documents، اما documents جايه لنا من شركات بره او من اشخاص بره، يبقى احنا بنعمل لها فايلنج على اعتبار ان هي documents وارده من اي جهه او من اي organization جايه لنا من بره، وفي documents عندنا احنا اللي بنطلعها بنعتبرها ان هي ريكورد تمام. فاحنا عندنا نوعين من ال documents بنتعامل فيهم وبنعمل لهم فايلنج، اي documents جايه لنا من بره، واي دوكيومنتس بتبقى احنا بنسجل فيها النشاطات اللي احنا بنعملها داخل الشركه تمام. فهم دول الاثنين اللي احنا بنعملهم. طب فكر كده في اي حاجه، اي دوكيمنت عندنا، هل هي واقعه مش واقعه تحت حاجه من الاثنين دول؟ يعني ايه الدوكيومنتس اللي احنا ممكن نكون بنستعملها وهي مش حاجه من الاثنين، لا اما هي حاجه جايه من بره او حاجه انت اوريدي انت اللي عاملها. الكورسبوندنس مثلا، كورسبوندنس لا اما احنا اللي مطلعينها عشان نسجل نعمل ريكورد لمعلومة أو لموقف أو لحاجة حصلت عندنا في البروجكت، أو إن إحنا نسجل فيها بوينت لينا، أو إن أنت حاجة أنت مستلمها من بره. وبالتالي برضو كل السبميترز اللي إحنا بنتعامل فيها بتبقى لا إما حضرتك بتسجل الأكتيفيتي اللي أنت بتعملها، أو إن أنت بتستلم أو بتسلم الريسبوندنس تمام. طيب إحنا عادة بنعمل فايلنج إمتى؟ يعني احنا عاده في الشركات او في المشاريع بنعمل فايلنج امتى؟ يوميا تمام، بشكل يومي. طب في ناس مش بتعمل بشكل يومي، بعد انتهاء دورة المستند، يومي او اسبوعي؟ طيب احنا دلوقتي هنا اختلفنا على الاجابه اذا كانت يومي او اسبوعي. طيب هي ديبند على ايه؟ يعني ديبند على ايه انا اقدر اقول ان انا بعمل فايلينج ديلي او ان انا بعمل فايلينج كل اسبوع؟ تمام، هو افتر ديستريبيوشن ده حضرتك بيحصل كل يوم عندك ديستريبيوشن، فانت هل كل دوكيومنتس بتبقى خلاص حصل لها الديستريبيوشن بتاعها؟ انت بتقوم تاخدها، يعني انت دلوقتي خلاص سلمت الدوكيومنتس اللي عندك، تقوم تاخدها تحطها في الفايل في ساعتها، ولا بتكومها لاخر اليوم عشان تعملها، ولا بتحطهم في مكان وبتقول انا هفايلهم اخر الاسبوع؟ بالظبط، according to value of the project، according انشغال المكتب عندك، البروجرس بتاعك انت قد ايه، الشغل عندك بيبقى في المشروع عند قد ايه. لا بقى العكس، لو الشغل بسيط بيبقى يومي، ولو الشغل مضغوط بيبقى اسبوعي. بالعكس، لو الشغل مضغوط انت لازم تعمل يومي، لو انت عندك شغل كتير وعندك دوكيومنتس كتيره المفروض ان انت ما تمشيش الا لما تعمل فايلنج للدوكيومنتس اللي عندك، او يعني بالكتير جدا اول ما تيجي الصبح تعمل فايلنج للدوكيومنتس بتاعت امبارح. لان انت لو عندك شغل مضغوط وعندك شغل كتير وانت ما بتعملش فايلنج، انت هتقع في مشكله، لا اما الدوكيومنتس عندك هيحصل لها دامج وانت مش هتعرف تحصل عليها تاني، او ان انت هتبقى بتحاول انت تدور على معلومه وهي مش موجوده في الفايل فهتضطر تدور عليها في كم الشغل الكتير اللي موجود قدامك ده تمام. فاحنا هنا بنقول ان احنا عندنا ثلاث انواع من الناس اللي بتشتغل في الفايل. في ناس بتعملها ديلي، وده لو شغلهم كتير جدا وهم ما يقدروش ان هم يستنوا عليه، ما يقدروش ان هم يستنوا عليه ان هم يصبروا يوم او يومين عشان هيلاقوا كم كبير جدا من الدوكيومنتس هتاخد منهم وقت كتير جدا في الفايل. او في ناس بتعملها ويكلي، ده لو شغل المكتب عندهم خفيف او البروجكت عندهم خفيف فيقدروا ان هم يجمعوا الدوكيومنتس بدل ما يقف عشان يعمل فايلنج ويفتح كل الملفات دي على ثلاث اربع ورقات، لا هو هيقف في اخر الاسبوع يخلص ال 15 ورقه دي كلهم يحطهم في الفايلز مره واحده تمام. او في ناس بتعملها مرتين في الاسبوع، ان هي بتعملها مره في اول الاسبوع ومره في نص الاسبوع عشان ما يبقاش عندها اللود بتاع الفايلنج بتاعها كتير. طيب ايه هي الايكويبمنت اللي احنا بنستعمل فيها او التولز اللي احنا بنستعملها في الفايلنج؟
يعني انا دلوقتي دخلت بروجكت جديد ومحتاجه اقول ان انا دلوقتي اكتب الريكويرمنت بتاعتي از دوكيمنت كنترول للبي ام بتاعي علشان اقول ان انا محتاجه اعمل فايلنج. لا هي مش الفولدرز، احنا دلوقتي بنتكلم في التولز مش الفايلز. بوكس فايلز تمام، بوكس تاج ايوه، فايل تاج، ماركرز، تيبلز، راكس، بنش، فايل انبوكس. تمام ستيكرز. تمام، اول حاجه بنحتاجها في الايكويبمنت بتاعه الفايلنج الفايل كابينتس اللي هي شكلها بيبقى بالشكل ده. الفايل كابينت دي حاجه مهمه جدا ان احنا نتعامل فيها وبيتعاملوا فيها ناس كتيره جدا، بالذات الناس بتاعه الاتش ار او الناس اللي بتبقى بتتعامل مع موردين او مع حاجات شغاله بالالفابيتك. النوع ده من الكابينتس بتبقى سهله جدا في التعامل، بيبقى لها فايلات معينه بيبقى لها فوق تاج كده علشان الناس تقدر توصل لها بسهوله. فده بترتب بقى هنا الفايلز بتاعتك، وبتحاول بالتاج ده ان انت توصل للفايل اللي انت عاوزه وبتقدر تتعامل معاك فيه. فده اول نوع من الكابينتس اللي احنا بنتعامل فيه. في نوع كابينتس تاني اللي هو اللي اسمه ستيل كابينت، اللي هو اللي بنحط فيه اي حاجه مهمه محتاجين ان احنا نقفل عليها بمفتاح، ما ينفعش ان هي تبقى كده بالمنظر ده. يبقى عندي فايل كبير اللي هو 8 سنتي او الفايل بوكس، ومحتاجه ان انا احطه في كابينت واقفل عليها بالمفتاح علشان دي حاجه مهمه ما ينفعش ان حد يطلع عليها. دي طبعا بتبقى هنا وارده مثلا زي اي عهده حضرتك بتاخدها، الاستيشنري، الادوات المكتبيه اللي انت بتتعامل فيها في البروجكت، الكونتراكت دوكيومنتس مثلا لو انت بتتعامل في كونتراكت دوكيومنتس، الفايلز اللي بتبقى اوريجينال اللي عليها امضاءات بتبقى مهمه جدا برضو بتتحط في الكابينتس دي، تقفل عليها بمفتاح وبيفضل المفتاح موجود مع الدوكيمنت كنترول ومع البي ام فور اني ايمرجنسي علشان لو حصل اي مشكله ان الدي سي ما كانش موجود في اليوم ده في السايت واحتاج ان هم يوصلوا لحاجه يرجعوا له من خلال البي ام. تمام، فده كده الستيل كابينت. حاجه تانية زي الشلفز دي اللي هي بتبقى مفتوحه اللي بتحط عليها الفايلات ال 8 سنتي، دي برده بتبقى بالشكل ده. وبنحتاج الريجستر. يا ترى الريجستر ده احنا بنحتاجه في ايه؟ فايل كده بيبقى موجود عندنا جنب الهارد كوبي فايلز علشان ايه بقى؟ ريفرنس ايه؟ فايل نمبرز؟ لا مش فايل نمبرز، ريفرنس لاست ابديت، نوتس فور لاست ابديت. لا برضه كونتنت، لا سيجريجيتد فايلز، لا مش ليبل برضو. لا الريجستر ده دي حاجه بتبقى موجوده، لا ولا ادد دوكيومنتس، ده بيبقى ريجستر موجود للناس اللي بتيجي تاخد فايلز من عندك. انت مثلا شغال دوكيومنت كنترول وعندك الدي سي روم بتاعتك او الاركايف روم اللي انت بتحط فيها الدوكيومنتس بتاعتك، وفي حد بيجي مثلا يستعمل دوكيومنت معينه او فايل من عندك معين وبياخده. طب انا دلوقتي لو مهندس دخل خد من عندي فايل بتاع كورسبوندنس مثلا اللي جاي من الكونتراكت وانا كونسلتنت، هفتكر من فين ان الفايل ده مع الفلان الفلاني؟ مش هقدر افتكر لوحدي، فلازم يكون في ريكورد بيقول ان الفايل الفلاني ده موجود مع المهندس الفلاني بتاريخ كذا، ورجعه او ما رجعوش. تمام، في كده كان حاجه زمان كنا بناخدها بتاعه في المكتبه، كان لما كنا بنروح نستعير كتب من المكتبه كان بيبقى في شيت كده بتاع الهيستوري بتاع الكتاب ده كان مع مين، يبقى في كارد كده متعلق في ظهر الكتاب بيقول ان الهيستوري ده كان موجود مع مين الكتاب ده، سجل الاستعاره بالظبط، سجل الاستعاره. السجل ده بيفضل موجود، بيتكتب اسم ان الكتاب الفلاني طلع لفلان الفلاني بتاريخ كذا ورجع بتاريخ كذا، وبيتسجل اسمه على ظهر الكتاب ده علشان يبقى معروف ان الكتاب ده فلان كان معاه.
بالظبط، ده هو ده نفس الريجستر اللي احنا بنتعامل فيه. طبعا دي حاجه مانيوال جدا، بس احنا محتاجينها از دوكيمنت كنترول، محتاجين ان احنا ننشر الوعي ده علشان ما يجيش حد ياخد من عندك فايلز وبعدين تكتشف ان انت مش عارف توصل الفايلز ده راح لمين، او الفايلز ده راح كان مع مين، او حصل ان هو حصل له دامج مثلا، او ان هو في حاجه ضاعت منه. فمهم جدا ان يبقى في حاجه زي كده، طالما انت اتعاملت بهارد كوبي وطالما في حد هيحتاج ان هو يروح يستعير او ياخد منك الفايل بتاع الهارد كوبي الموجود عندك لو انت عندك مشكله في السوفت، او هو محتاج ان هو يطلع على الاوريجينال، لان بالذات المهندسين بتوع الكونتراكت ادمنستريتور وبتوع كيو اس والمهندسين اللي ليهم علاقه شويه بالحاجات الليجل يبقوا محتاجين ان هم يشوفوا الدوكيومنتس دي اصليه عليها الاختام عليها الامضاءات، ومحتاجين ان هم يراجعوا الدوكيومنتس دي وهي اصليه. فبالتالي لازم حضرتك تبقى عامل كنترول على الداتا دي، وعامل كنترول على السيستم اللي انت عامله ده، وبالتالي عشان تقدر ان انت تكنترول لازم تبقى انت بتكتب مين خد الفايل امتى ورجعه ولا ما رجعهوش. فدي حاجه مهمه جدا في الفايلنج الهارد كوبي. تمام، نيجي بعد كده نتكلم عن الفايلز. ايه انواع الفايلز اللي احنا بنستعملها as document control؟ الكليب فولدرز، البوكس فايلز. كليب فولدرز دي اكتر فايلات اللي احنا بنستعملها، اللي هي ال 8 سنتي وال 10 سنتي وال 4 سنتي. الفايلز دي اكتر نوع فايلات احنا بنشتريها، واكتر نوع فايلات بتريحنا في التعامل، لانها بتبقى الليبلز بتاعتها ستاندر، بيبقى مكانها ستاندر، ما بتضطرش ان انت تبقى تحطها في كابينت معينه. الكابينتس كلها بتبقى لايقه، يعني لايقه عليها وانت عارف ان انت تستعملها فيها. فبالتالي دي اكتر نوع فايلز احنا بنستعمله. مهم جدا انت تبقى عارف نوع الفايل وحجمه اللي انت هتطلبه علشان ما تتفاجئش بالشكل اللي بيجي لك. مهم جدا كمان ان يكون الجزء ده يكون بلاستيك، عشان لما تحط الليبل بتاعك يبقى الليبل بتاعك ما تضطرش ان انت تلزقه من بره فتقع. لما بيكون بلاستيك من جوه بيبقى بيحفظ لك الليبل بتاعك وبيخليه بشكل واضح وبيخليه بشكل حلو. لو حريصين برضو ان احنا ما نبقاش بنكتب على الليبلز ده بايدينا، يبقى دايما عندنا فورم معينه ما تكون ملونه، موجود فيها اللوجو بتاع الشركه، موجود فيها عدد الفايلز، الفايل ده فيه من فين لفين، يعني بادئ لو هو مثلا فايل بتاع كورسبوندنس مثلا، نقول ان الكورسبوندنس دي بدأ من رقم كام ومنتهيه رقم كام، او لو هو فيه ايميل تقدر تقول ان هو ده الفايل بتاع الفولدر بتاع الايميلز ده بادئ من تاريخ كام وبيقف عند تاريخ كام. مهم جدا انت تبقى كاتب السيريال نمبر بتاع الفايل ده ترتيبه كام في الفايل، يعني ده مثلا 3 ولا 6 ولا 10، عشان وانت ماسك تبقى عارف في قبل منه قد ايه وفي بعد منه قد ايه، لما تيجي تنقله او تشيله تحط تعرف ترجعه في مكانه. بعد ما بنخلص السيستم ده في اخر المشروع بيبقى شكله جميل جدا، انه كله ماشي بنفس السيستم وكله ماشي بنفس الطريقه وبنفس الليفل وبنفس كل حاجه. لما بتيجي تسلم ده بيعني ان انت كنت منظم من الاول وعارف ان انت تحط السيستم المظبوط من الاول، وما اضطرتش ان انت تعيد شغلك اكتر من مره وتغير كل الليبلز. كمان لما بيجي يتعامل عليك اوديت وبيشوفوا ان الفولدرز كلها حضرتك مهتم بيها وحاططها في اماكنها وحاطط نفس الكالر ومستعمل نفس الفونت ونفس كل حاجه، ده بيدي ايمج ان انت حد منظم، وان انت ده انت منظم كل الكلام ده فروم سكراتش من الاول خالص، فمش بتضطر ان انت تعيد شغلك بعد كده. تمام، تاني نوع فايلز البوكس فايلز، دي اللي احنا بنسميها ال 10 سم، دي اللي بتاعت الدروينج او بتاعت الحاجات الكبيره او بتاعت السامبلز مثلا، دي بنشيل فيها الحاجات اللي هي مش الورق اللي هو مش الاي 4، عشان دي بتبقى حجمها اكبر شويه وبتعرف ان انت تقفلها بكليبس او باستك كده، فدي بيبقى برده سهله في التعامل. من ضمن الفايلز التانية اللي احنا بنستعملها في الكابينتس التانية، نوع الفايلز اللي هو فيه الحرف اللي فوق ده علشان يبقى واقف وعليه الليبل بتاعه. دي من الحاجات المهمة جدا اللي كتير جدا الناس بتوع الـ HR بيستعملوها، والناس بتوع الحسابات وبتوع الموردين بيستعملوا النوع ده كتير جدا، لأن النوع ده بيسهل عليهم كتير في إن هم لو بيتعامل مع موردين مثلا، فهو بيرتب الموردين ألفابيتك مثلا، أو لو هو بيتعامل مع حد معين. تمام، في برضه الفايل البلاستيك دي، انا بالنسبه لي ما بحبش استعمل خالص النوع ده، لان ده بيضطرك ان انت لازم تقعد تخرم الورق وتحط الورق بطريقه معينه وتيجي تفتحه لازم تفتحه بطريقه معينه. فده ممكن الفايلز دي ممكن تساعدك لو انت بتسلم حاجه لحد ان انت تحطها في شكل كويس، بدل ما تدبسها من فوق الدبوس ان انت تحطها في الفايل ده.
بس برضو يعني استعمالها مش كتير، لانها فايلات نوع من انواع الفايلات اللي انت لما بتيجي تحطه على الراك مثلا مش بيقف لوحده، بتضطر انت تحطه جوه البوكس فايل علشان تقدر تتعامل فيه. طيب دي انواع الفايلز. ايه هي الطرق اللي احنا بنتعامل فيها في الفايلينج؟ يعني انا امتى بقول ان انا بعمل فايلينج بالديت، وامتى ان انا بقول بعمل فايلينج بالنيم، وامتى ان انا بعمل فايلينج اسمها ايه بالريفرنس؟ ايه هي طرق الفايلز اللي احنا الفايلنج اللي احنا بنتعامل فيها؟ الريفرنس، تمام، الديت، ايه كمان؟ طيب احنا بنسميها سبجكت او كاتيجوري، تمام. الخمس طرق بتاعت الميثود اللي احنا بنتعامل فيها في الفايلنج، اول حاجه السبجكت. السبجكت او الكاتيجوري، يعني انا بالنسبه لي لو في سبجكت معين انا بناقشه مع او ايشو معينه بناقشها مع كونتراكتور او مع كونسلتنت او مع مالك، فانا بحاول ان انا افايل كل ما يتعلق بالسبجكت ده فايل واحد. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الكليمز، زي الفاريشن اوردرز مثلا. فاريشن اوردر لما بيجي المقاول ان هو يجي يقدم فاريشن اوردر او ان هو يقدم كليم مثلا، محتاج ان هو ياخد كل الريليتد دوكيومنتس اللي خاصه بالموضوع ده. فبالتالي لو هو بيعمل طريقه فايلنج تانيه غير كده، هيبقى صعب عليه ان هو يقعد يلم الفايلز دي كلها او يلم الكورسبوندنس دي كلها من كل الفايلز او من كل الفولدرز اللي عنده، تمام. فاول حاجه احنا في طريقه من الطرق ان احنا بنعملها بالسبجكت. في طريقه تانية ان احنا بنعملها الفابيتيكال اوردر، دي اللي هي لما بنتعامل مع موردين او بنتعامل مع عمال في مع عمال مثلا شغالين في عندنا مثلا في البروجكت، فاحنا بنحاول نرتبهم اسمائهم من الفابيتيك علشان يبقى سهل ان انت تحصل على اسم العامل ده، او تلاقي الملف بتاعه، او تلاقي ملف المورد ده، او ملف السبلاير بتاعك ده، تمام. في بعد كده النوميريكال اوردر اللي هي تبع الريفرنس، زي الجوابات بتاعت الان والاوت اللي احنا بنتعامل فيها، الكورسبوندنس اللي احنا بنطلعها، او التكنيكال دوكيومنتس اللي احنا بنتعامل فيها. التكنيكال دوكيومنتس برضو لازم تكون مترتبه اسبير الريفرنس نمبر بتاعها. كمان احنا بنتعامل بالمكان، لو زي مثلا انا في الهيد اوفيس مثلا وعندي بروجكت مثلا في مكان معين، فانا هتلاقيني كل البروجكتس اللي موجوده في اريا معينه انا حطاها مع بعض، تمام. كمان التاريخ في الايميلز مثلا، لما بنيجي نعمل فايلنج للايميلز بنعملها بالتاريخ، لان انت ممكن تعملها بالتاريخ، ممكن تعملها بالسبجكت، فانت على حسب انت بتستعمل ايه اكتر، تمام. في كمان ان انت بتستعمل مثلا في ممكن تحط فايل واحد او كورسبوندنس واحد في اكتر من مكان، بحيث ان انا سي مثلا انا وارد ان انا يكون عندي كورسبوندنس جاي لي من بره، يبقى incoming letter مثلا جاي لي، وفي نفس الوقت اللاتر ده ليه علاقه بسبجكت معين، فانا ممكن اشيل الكوبي من اللاتر ده في الانكومينج لاتر بتاعته، في السيكونس بتاعه، زي في الكاتيجوري بتاعه زي ما انا ماشيه فيه، وكمان بشيله تبع السبجكت ده، باخد منه كوبي ثانيه في السبجكت ده، بحيث ان اللي عاوز يدور على سيكونس يبقى عارف ان السيكونس هنا ماشي وشغال لو هو بيدور على حاجه في اللاترز بتاعته. في كمان لو هو محتاج ان هو يجمع دوكيمنت معينه او يجمع ايشيو معينه، يلاقيها متجمعه في السبجكت بتاعه، تمام. طيب دلوقتي احنا هنحاول ان احنا نعمل سيستم للفايلنج اللي بتاعنا. تفتكروا ايه هي الاساسيات لو انا بعمل سيستم جديد للفايلنج، هارد كوبي فايلنج عندي؟ ايه الاساسيات اللي انا ممكن افكر فيها ان انا اعملها، او ايه هي الخطوات اللي انا هعملها في السيت اب فايلنج بتاعي؟ يا جماعة مالكوا في النهاردة؟ تحديد مكان لكل نوع من المستندات.
تمام. plan for archive room. ماشي. طيب نقول السؤال طب بطريقة مختلفة. فرضا حضرتك رحت مكان والمكان ده ما كانش بيعمل فايلنج، انت لسه هتبتدي ان انت تعمل فيه فايلنج، او انت دخلت مكان جديد واللي كان قبل منك كدوكمنت كنترول مشي وساب الدنيا عاملة كده، يعني ساب الدنيا كل الدوكيمنتس على بعضها كده وسابها ومشي، اول حاجة هتفكر تعمل فيها ايه؟ أستاذة ريهام قربت من الإجابة، تجهيز المستندات وفهرستها. Method of filing. ده سؤال يا أستاذ إيهاب. تجميع المستندات، برافو. أول حاجة هي تجميع المستندات. لازم مهم جدا إن أنا أجمع المستندات كلها في مكان واحد علشان أقدر إن أنا أفهم ترتيبها إزاي. بعد كده فرزها وتنظمها. Map of filing. Survey. فرزها الأول وتنسيقها. طيب أول حاجة علشان أنا أدخل في جو الفايلينج ده لازم أول حاجة أجمع كل الفايلينج الأول. قال لك هنا إن أول حاجة فايلينج كاتيجوري، وبعد كده فورم كاتيجوريز، وبعدين نعمل فايلينج كي، وبعدين نشوف إحنا هنعامل النيو فايلز إزاي، وآخر حاجة الرولز بتاعت الفايلنج كورسبوندنس. نشوف الكلام ده إزاي. أول حاجة لازم أجمع كل الدوكيومنتس بتاعتي في مكان واحد، تمام، علشان أقدر أعرف إيه الميسنج منها ودي هتتقسم إزاي وهنشوف هنعملها إزاي. تاني حاجة لازم أبتدي إن أنا أخليهم كاتيجوري مع بعض، يعني كل الدوكيومنتس المتشابهة أخليها مع بعض، لازم يكون في علاقة منطقية في الدوكيومنتس اللي أنا بحطها مع بعضها، بمعنى ان انا ما احطش مثلا الحاجات اللي بنفس الحرف مع بعضها، او السيكونس اللي انا شايفاه ماشي ورا بعضه، لان ممكن يكون في سيكونس ماشي ورا بعضه واحد اتنين تلاتة، بس ممكن تكون الدوكيومنتس دي جايه من كونتراكتور مختلف، فلازم اشوف التقسيمه المنطقيه للفرز الاول هي ايه، وبعد كده ابتدي ان انا اقسم الدوكيومنتس بتاعتي. هنا برضو بنقول ان هنا في الرولز رقم ثلاثة، ان ممكن يكون في دوكيمنت ممكن تتحط في اكتر من كاتيجوري، يعني ممكن تكون محطوطه في مكانين مع بعض، بحيث ان هم لما نيجي نستعملها ما نضطرش ان احنا نشيلها من الملف ده، او ان احنا نقعد ندور عليها كتير جدا قبل ما نوصل لها في الملف ده. فبالتالي لو في سبجكت او لو في كاتيجوري هو اوريدي موجود عندنا احطها في التو كاتيجوريز دول. فكده اول حاجه فايلنج كاتيجوري، تاني حاجه فورم كاتيجوري، ان انا ازاي ان انا اقدر ان انا اشكل الفئات دي. طب اشكل الفئات دي ازاي؟ انا دلوقتي عندي كاتيجوريز، هبتدي ان انا اقول الكاتيجوريز دي اعملها ازاي، ان انا اعمل الكاتيجوريز دي نفسها. انا كده قسمت الورق بتاعي الحاجات المتشابهه خليتهم اكوام مع بعضهم بحيث ان انا ابتدي بعد كده اعمل لهم هم فايل. فازاي ان انا هقدر اشكل الفئات دي؟ اول حاجه فرز جميع المستندات ووضعها في مجموعات مع بعضها تخص بعضها، تمام. تاني حاجه تحط اسم لكل فئه من الفئات دي او كل كاتيجوري من الكاتيجوريز دي، يعني انا عندي كل الدوكيومنتس دي هقول مثلا ان دي كل الماتيريالز الموجوده عندي، ده كل الشوب دروينج الموجوده عندي في الفئه دي، دي كل اللترز، وبعد كده دي كل الاوت ستاندنج مثلا او الدوكيومنتس اللي هي لسه ما خلصتش. طيب اجي بعد كده اعمل قائمه بالفئات اللي انا لقيتها دي، ابتدي ان انا اعمل اندكس بالحاجات دي علشان اشوف هل الليست دي او هل الاندكس ده شامل كل حاجه ولا في حاجه انا منقصاها، عشان انا مش عارفه لسه ما شفتهاش. فهبتدي اعمل الاندكس ده علشان ابتدي ان انا ارتب الدوكيومنتس بتاعتي. طيب خلاص انا عملت كده، رتبتهم وعملت اديت اسم لكل فئه فيهم بعد كده وعملت الاندكس بتاعهم، ابتدي بقى اسال نفسي شويه اسئله. طيب هل ينفع ان انا اضم اتنين كاتيجوري مع بعض؟ يعني هل ينفع مثلا ان انا احط الريكوست فور انفورميشن مع الريكوست فور انسبكشن ولا لا؟ لا طبعا ما ينفعش. طب ينفع ان انا احط الكورسبوندنس اللي جايه من كل كونسلتنت مع بعض؟ اه ممكن. طب هل انا حجم الكونسلتنت اللي عندي كتير ولا هو عندي حجم قليل؟ هيبتدي بقى ان انا اسال نفسي الاسئله دي علشان اشوف هل هي هينفع ان انا اعمل كده ولا لا. طيب مش هينفع ان انا اعمل كومباين لتو كاتيجوري مع بعض. طب ينفع ان انا افصل كاتيجوري من دول كل حاجه لوحدها؟ يعني هما دول ده كده كل اللاترز بتاعت الكونسلتنت،
طب ينفع اخلي كل كونسلتنت لوحده؟ اه ينفع. طب ينفع ارتب الليترز اللي جوه الكونسلتنتس دي اللي هي جايه من شخص واحد، ينفع ان انا ارتبها بالترتيب المنطقي اللي هو بالديت او بالريفرنس؟ طبعا ينفع، فابتدي ارتبهم. طيب انا كده بالنسبه لي خلاص بدات ان انا اشوف الفئات بتاعتي دي. طب هل انا محتاجه ان انا ارتبهم تاني ولا هم كده خلاص مترتبين؟ لا كده خلاص هم مترتبين. طب هل انا محتاجه ان انا ابتدي ان انا ادلهم احطهم بقى في فولدرز علشان ابتدي ان انا اشتغل عليهم؟ هبتدي اعمل الكلام ده. تمام. فكده تاني حاجه ان هو تشكيل الكاتيجوريز. اوكي. طيب مهم جدا ان انا اتاكد ان الكاتيجوريز اللي انا عملتها دي كاتيجوريز منطقيه، وان سهل الناس لما تيجي تتفكر ان هي تدور على حاجه تلاقيها في الفولدر ده. بمعنى ان انا العنوان اللي انا هحطه في الاندكس ده مهم جدا ان هو يكون بيشير للي جوه الدوكيومنتس اللي جواه، عشان الناس لما تلاقي مثلا ان هي جايه تدور على شوب دروينج ما تدخلش تدور في كل الدروينج، هي عارفه ان في حاجه اسمها شوب دروينج، في حاجه اسمها اسبل، في حاجه اسمها ديزاين دروينج مثلا. فبالتالي لازم انا اريفير لكل واحده سيبريتلي علشان لما يكون في حد بيدور على معلومه يعرف ان هي المعلومه دي جوه الحاجه دي. طيب خلاص ماشي، انا عملت الكاتيجوريز وخلصت. نبتدي بعد كده نعمل الكيز اللي انا هبتدي اوصل بيها. خلاص انا عملت الكاتيجوري وحطيتهم في الفايل، وعاوزه ابتدي ان انا احطهم جوه الدولاب او جوه الشلفس اللي عندي او جوه الكابينت. طيب خلاص انا حطيتهم جوه الكابينت، محتاجه بقى ان حد لما يجي حد من بره، اذا كان زميل شغال معايا في الدوكيمنت كنترول او حد بره القسم وشغال كمهندس معايا مثلا في البروجكت، محتاج ان هو لما يجي يطلع الفايل ده يبقى عارف ان هو ده الفايل اللي بيدور عليه، ما يقعدش يدور على 500 فايل. فيا ترى ممكن ايه اللي احنا ممكن نعمله يسهل على اي حد ان هو جاي يدور على الدوكيمنتس دي؟ تيبل. يعني ايه تيبل؟ فايل اندكس. اندكس تمام. بصوا احنا بنسميها ماب او مابنج، يعني ان انت تبتدي ان انت تعمل فايلنج كي للدوكيمنتس دي بحيث ان هو يقدر يوصل للمعلومه دي. فاول حاجه انت بتعمل فهرس للفئات الرئيسيه والفرعيه بالترتيب، يعني زي مثلا انا كاتبه، انا مثلا قايله ان الدولاب ده فيه كورسبوندنس، فهتلاقيني عملت شيت كده وكتبت كورسبوندنس، وبعدين رجعت قلت انكومينج كورسبوندنس، في عندي انكومينج وعندي اوت جوينج. تمام. الانكومينج هبتدي اعمل الفهرس بتاعهم تحت بعضهم، فهبتدي اقول مثلا ان انا عندي انكومينج فروم كونتراكتور، فروم كلاينت، فروم اذر كونسلتنت، فروم هيد اوفيس مثلا. تمام. فبتبتدي ان انت تحط الكاتيجوريز بتاعتك كلها في فهرس عشان تبتدي الناس كلها تبقى واضحه قدامهم. اتنين، لازم تتاكد من اللي انت كاتبه ده مفهوم للناس اللي هتيجي تشوف الحاجات دي، يعني كاتبهم بلغه او كاتبهم بطريقه تبقى مفهومه لكل الناس. ثلاثة، لازم تلزق الفايلنج كي ده على الكابينت نفسها اللي انت حاطط فيها الفايلز دي، عشان تبقى كماب لما هو يجي يدور هيبقى عارف ان هو الرف اللي فوق ده بتاع الانكومينج بس، وبعد كده الفايل اللي هو تاني فايل ده بتاع الانكومينج اللي جاي من الكونسلتنت. تمام. وبعد كده تحط الفايلنج كي ده لكل درج في اول الدرج بتاعه. لو انا مثلا شغاله في ارفف، فابتدي ان انا اقول ان الرف الاولاني ده هي دي الدوكيومنتس بتاعته، الرف التاني ده هي دي الدوكيومنتس بتاعته، بحيث ان هو يبقى سهل ان هو يوصل للمعلومه دي بسهوله. طيب انا كده خلاص حطيت الحاجه دي على الكابينت، وحطيت الفايلنج كي في كل رف من الارفف اللي انا بتعاملها بيها. اخد كوبي من الكابينت من الفايلنج كي ده، واوزعها على الناس اللي شغاله معايا، على الاثنين، على الناس اللي شغاله معايا في القسم وعلى الناس اللي شغاله معايا بره القسم، بحيث ان هم الناس اللي شغالين معايا لما يجي يعملوا فايلنج في الوقت اللي انا مش موجود فيه في المكتب يقدروا ان هم يوصلوا للمعلومه بسهوله وما يلخبطوش الدنيا، والناس اللي جايه من بره لو هي جايه تدور على فايل عندي تعرف توصل له بسهوله برضو اسبير الماب اللي معاهم هم اللي هم واخده. تمام. وبعد كده لازم اتاكد ان كل الناس اللي واخده الماب دي فاهماها كويس جدا، ولو حصل اي ابديت لازم اعمله عليها دايركت علشان تبقى الماب دي معايا ابديت طول الوقت. تمام.
طيب انا دلوقتي هاجي افتح ملف معين، هاجي افتح ملف جديد، في شويه رولز كده لازم اخد بالي منها علشان لما اجي افتح ملف ابقى متاكده ان الملف ده تمام. اول حاجه لازم تتاكد ان وتكون 100% متاكد ان الفايل القديم كده خلاص اتقفل ومش هينفع ان انت تحط فيه حاجه تاني، وان هو ما فيش اي سب فولدرز تحت منه، وان انت ما فيش اي فايل انت ناسيه في النص. عشان كده احنا بنقول لازم نرقم الفايلز اللي احنا بنشتغل فيها. يعني لو انا شغاله في الكورسبوندنس لازم يبقى عندي لكل فايل انا بفتحه فيه رقم سيكونس للفايل اللي قبليه، علشان ابقى متاكد لو حصل ان في عندي مشكله او ان وقع مني فايل او فايل مش موجود في مكانه ابقى عارف ان الفايل ده ميسنج. لان انا لو سبتهم كلهم كده كلهم انكامينج انا مش هعرف مين تبع مين او في فايل ميسنج ولا لا. فمهم جدا ان انا ارقم الفايلز. حاجه تانيه مهم جدا ان انا ابقى متاكد ان انا قبل ما افتح فايل جديد ان الفايل القديم خلاص اتقفل كده، وان ده السيكونس نمبر بتاعه. حاجه تانيه لازم احط الفايل الجديد ده في الكاتيجوري بتاعه، ما احطلوش ما افتحش كاتيجوري جديد. لازم يكون الكاتيجوريز اللي انا فاتحاها دي سب فولدرز من الفولدرز المين اللي انا عاملاها اصلا، تمام؟ ولازم تكتب الفايل ده في نفس في الفايلنج اندكس اللي انت عامله او في الفايلنج كي اللي انت عامله، علشان ما تنساش ان انت تكتبه، او لازم ان انت تعمل ابديت على الفايلنج كي اللي موجود عندك. وبعدين تدي اي شخص شغال معاك تديله كوبي من الكاتيجوريز اللي انت حطيتها جديده دي علشان يكون سهل عليه، تمام؟ ويبقى سهل بالظبط كده، ونحط الليبل، حط الليبل على الفايل عشان نبقى عارفين ان الفايل ده هيبتدي من كذا هيخلص عند كذا. ده اللي احنا بنقول عليه انت لازم تقفل الفايل القديم. طيب نيجي مثلا للكورسبوندنس، الفايلنج بتاع الكورسبوندنس. انا دلوقتي عندي فايلنج للكورسبوندنس، طبعا اكيد انا عندي incoming و out going. بنتكلم مثلا على الايميلز، احنا هنا قلنا ان الايميلز لازم تكون يا اما في السبجكت بتاعها وممكن تكون في الفايل بتاعها بتاع الانكومينج تاني لوحدها، دي برضو تاكيد على المعلومه اللي احنا قلناها قبل كده، تمام؟ برضو في الاوت جوينج ممكن احطها في الاوت جوينج في السبجكت فايل بتاعها، وبعد كده ارجع احطها في الكورسبوندنس اوت علشان ابقى متاكده ان مفيش اي ريفرنس واقع عندي ولا اي سيكونس عندي في مشكله. طيب التيجينج فايلز اوت، انا دلوقتي لما حد جه خد من عندي فايل، زي ما احنا قلنا كده ان احنا في الاستعاره بتاعه المكتبات لازم اثبت ان الفايل ده حد اخده من عندي وهو مش موجود عندي. هنا قلنا ان احنا بنعمل حاجة اسمها بوك اللي هي فايل اوت بوك، بيبقى عبارة عن سجل موجود عندك في الفايلنج بتاعك بيتكتب فيه ان الفايل ده راح مع الفايل ده استعاره المهندس الفلاني في وقت كذا من كذا لكذا، تمام؟ الكورسبوندنس دي بتبقى موجودة عندك او الريكورد دي بتبقى موجودة عندك في سجل خارجي، تمام؟ انا بقى في جوه الفايل نفسه او جوه الكابينت نفسها بعمل ايه؟ بحط كارد مكان الفايل المسنج، بقول ان الفايل المسنج ده موجود مع فلان الفلاني، علشان لما حد يجي يدور على الفايل ده حد غيره يجي يدور على الفايل ده ويلاقي ان هو مش موجود يلاقي مكان الفايل فيه كارد بيقول ان الفايل ده او الفولدر ده موجود مع المهندس الفلاني لو هو محتاجه يروح ياخده منه او لو هو محتاجه يروح يبص على الحاجه اللي هو عاوزها فيه، تمام؟ ده كله بنتكلم فيه على الهارد كوبي. طيب انا دلوقتي لو عندي سيستم بتاع كورسبوندنس او سيستم سوري بتاع فايلنج موجود عندي، هل انا بقدر اعمل مينتين للفايل ده للسيستم اللي عندي ده ولا ما بقدرش، ولا هو خلاص هو السيستم اتعمل مره واحده ومش هيتبص عليه تاني؟ هي ما انا بعمل مينتين للسيستم عندي ولا ما بيتعملش عليه مينتين؟ كان بي ازاي بقى؟ ازاي بقدر اعمل مينتين لاي فايلنج سيستم موجود عندي؟ اذا كنت انا اللي عامله او هو قديم مطابقته مع اللوج. أهم حاجة التري فايل، الاندكس، أوكي.
تسلسل الأرقام، يعني أنا أرجع أراجع التسلسل الأرقام بتاعتي. طيب بصوا بقى، عشان اقدر ان انا اعمل مينتين للسيستم اللي عندي، اول حاجه عندي شويه شروط. اول حاجه ان انا لازم اخلي كل الدوكيمنتس بتاعتي في تري واحده، كل الدوكيمنتس اللي محتاجه تتعمل لها فايل، ده اول شرط. زي ما احنا قلنا تجمع كل الدوكيمنتس اللي هتتعمل لها فايل في تري واحد، بحيث ان انت تبقى عارف ان هي دي بس الدوكيمنتس دي. حاجه. حاجه تانية، ما تخليش عندك اي فايلز او اي دوكيمنتس بره التري بتاعت الفايلين. وانس ان انت خلصت السيكونس بتاع الدوكيمنتس بتاعتك دي، خلصت الاجراءات بتاعتها، خلص خلاص البروسيس بتاعتها كلها خلصت، وخلاص تم ان هي خلصت كل اللي انت ممكن تعمله فيها، وعملت الفولو اب وخدت الايشو وخدت الكود وعملت فيها كل حاجه، المفروض ان هي تتحط في تري اسمه الفايلنج تري. هتعمله بقى النهارده، هتعمله بكره، هتعمله بعد اسبوع، هتعمله بعد شهر، براحتك اعمله وقت ما انت عاوز، بس بحيث ان انت تبقى عارف ان هو في تري معينه مفروض ان انت بتحط فيها كل الفايلنج دوكيمنتس بتاعتك. تمام. اول حاجه دي تريز. تاني حاجه فايل دوكيمنتس اواي ات ليست وانس ا داي، يعني هنا بيقول لك ان انت حاول ان انت تعمل فايلنج على الاقل كل يوم، لا اما تعمل الصبح لا اما تعمل اخر النهار، بحيث ان انت تقدر تلم معاك الدنيا ما تقعدش فيها فتره طويله. تمام. بعد كده تالت حاجه، ما تحطش فايلز كتير او فولدرز، بمعنى ان انا ما املاش مثلا الفايل بتاعي او الفولدر بتاعي بتاع الدوكيمنتس ما املاهوش على اخره، لان وارد ان يجي لي ريفيجنز مثلا في الماتيريالز مثلا او في التكنيكال دوكيمنتس، يجي لي ريفيجنز تانية اضطر ان انا احطها في الفايل ده، فبالتالي تلاقي الفايل اللي انت مضطر ان انت ترحل منه، وتبتدي ان انت ترحل السيكونس بتاع الفايلز بتاعك. فحاول دايما ان انت ما تحطش دوكيمنتس كتيره في الفايل الواحد، علشان لو احتجت ان انت تزود ريفيجنز او احتجت ان انت تزود عليها دوكيمنتس تاني. تمام. وبعد كده نبتدي في الفايلز القديمه بتاعتنا، ان انا ابتدي ان انا احط كفرز للفايلز القديمه. يعني مثلا بالوقت بقى بتلاقي ان انت عندك الفايلز بدأت إن هي تتطرب، بدأت الفايلز إن هي تتقطع شوية من كتر الاستعمال، من كتر ما أنت بتقعد، من كتر ما الناس بتقعد تقلب فيها، من ضغط الفايلز على بعضها في التريز بتلاقيها شوية بتبتدي إن هي يحصل لها دامج. فما تسيبش الفايلز بتاعتك بطريقة وحشة زي كده، حاول إن أنت لو لقيت فايل زي كده حاول إن أنت تغير الفايل، تغير الليبل لو الليبل شكله إيدم أو الداتا اللي عليه بدأت إن هي تتمسح. احنا طبعا في البروجكت بتاعتنا بتبقى يبقى عندنا دايما الروم اللي احنا بنعمل فيها اركايف او بنعمل فيها فايلنج، بتاخد عندنا، بتقعد عندنا مثلا، ما بيبقاش فيها تكييف، ما بيبقاش فيها تهويه كويسه، فبالتالي بتلاقي الكتابه الموجوده على الفايلز دي ممكن ان هي تتمسح، ما تبقاش باينه، فبالتالي لازم ان انت تبتدي ان انت تحط عليها ليبلز جديده، تحط تغير الفايلز لو اللي هي الفايلز ادمت او اتقطعت او حصل لها اي حاجه، عشان تبتدي ان انت تحافظ على الدوكيومنتس اللي جوه الفايلز دي. تمام. وبعدين كمان الفايلز هنا بيقول ان البوكس فايلز ان هي ممكن ان انت تحط اكتر من نوع فايلز في البوكس فايل واحد، بحيث ان هو يحافظ عليك. هقول لك انا مثلا بالنسبه لي في المشاريع اللي انا بشتغل فيها بحط اللترز الاوريجينال دايما جوه الفايل البلاستيك اللي هو اللي اسمه الفايل اليو شيب، بحطها فيه علشان بمرور الزمن الورق بيبتدي يصفر، مكان البونش ده بيبتدي ان هو بيبتدي ان هو الورقه دي تتقطع، حد لما بيجي يستعملها لما بيجي يقلب في الفايلز بيبتدي الفايل دي الورق نفسه بيبتدي ان هو يتقطع من مكان الخرامه وكده. فبالتالي لما بتحط الفايل ده من غير ما تخرمه وبتحطه جوه فايل بلاستيك، بيحافظ عليه جدا لاخر المشروع، لانك بتيجي في الاخر بتلاقي وانت بتعمل هاندنج اوفر الدوكيمنتس الاوريجينال دي، بتلاقي الورق بتاعك اكنه عمر ما حد لمسه، ان هو موجود في مكانه، ما جاش حاجه ناحيته، ما فيش حاجه وقعت عليه، ما فيش حاجه، ما بهتش على لونه، الحبر بتاعه زي ما هو، لان انت حاطه في فايلز بلاستيك جوه الفولدر الاساسي بتاعه اللي هو 8 سنتي او البوكس فايلز. تمام. حاجه تانية، الفايلنج الشلفز بتاعتك او الكابينت بتاعتك ما تحاولش ان انت تملاها كتير
علشان لما بتملاها كتير بتبتدي تضغط على، بتبتدي ان هي تضغط على الفايلز، وبيبتدي الفايلز الشيب بتاعه بيختلف. فبتلاقي مثلا لو انت حاطط دروينج مثلا جوه فايل 8 سنتي او جوه البوكس فايل، تبتدي بتلاقي الحاجات اللي جواها دي بقت كلها الورق ما بقاش مستوي، بيتني على بعضه. فحاول دايما ان انت لما تحط الحاجات تخليها، تخلي الفايلز بتاعتك مرتاحة على الشيلفز علشان ما تبقاش يعني ما يحصلهاش دامج بسهولة. تمام، احنا ممكن ناخد بريك 10 دقايق وبعد كده نرجع نكمل الـ effective file management ونخلي الفقرة بتاعت الأسئلة. ايه رأيكم؟ تمام، طيب مش هنقفل، هي 10 دقايق بإذن الله وهنرجع نكمل، يعني نكون هنا إن شاء الله الساعة 9:15، 9:15.
السلام عليكم، رجعنا من البريك. يا جماعة رجعتوا، تمام. خلينا بقى نبتدي نكمل. طب انا دلوقتي لو انا عاوز اعمل فايلينج سيستم كويس اقدر ان انا اعمل ايه؟ في شويه نصايح كده قالوا لنا عليها ان احنا لازم نتبعها واحنا بنعمل الهارد كوبي فايلينج، تمام. فاول حاجه بيقول لك ان هو تجنب حفظ المستندات غير الضروريه. دايما المستندات لو هي مش مهمه انت بتحفظها دايما اعملها على بطاله. لو انت بتحفظ اي دوكيومنتس انت بتشوفها بتشيلها، فبالتالي هيبقى عندك دوكيومنتس كتيره unnecessary ان انت بتحتاجها. فبالتالي لما تيجي تدور على الدوكيومنتس المهمه هتلاقي نفسك بتقضي وقت اطول في عشان تعثر على الدوكيومنتس المهمه اللي انت عاوزها اكتر من ان انت لو انت بتحط بس الحاجات المهمه. يعني انا بالنسبه لي كدوكيومنت كنترول لما بيجي حد يديني دوكيومنتس مالهاش كفر او مالهاش ريفرنس فبقول له دي لازم تكون تبع فورم معينه، تبع دوكيومنتس معينه ليها علاقه بالاندكس بتاعي، عشان لما احطها في فايل او في فولدر اعرف ان انا ارجع اوصل لها تاني بطريقه سهله. فانا لو عندي ورقه ممضيه مثلا ميتنج مثلا حصل فيه ومضوا فيها على دوكيومنتس معينه مثلا، وبالتالي الدوكيومنتس دي بي ام او الدبليو تي عاوزين يحتفظوا بالدوكيومنتس دي، لو حطيتها في اي مكان هتضيع، لان مش هينفع ان انا اعمل فايل لدوكيمنت اسمها signed contract مثلا او signed paper او signed documents، لان في التالي signed documents دي انا لو جيت عامل عليها سيرش مش عارفه اوصل لها تاني، الا لو انا عارف ان انا فاتح فايل، لو انا افتكرت بقى وحفظت ان انا فاتح فايل للايشيو المعينه دي في المكان المعين ده، تمام. بس انا ممكن اتغلب على كده بحاجه تانية، ان انا مثلا احطها في minutes of meeting بتاعه الميتنج ده، فبالتالي لما يكون في جملة أو statement بيتكلموا فيها عن الايشو دي وعن السبجكت ده هيبقى فيه evidence إن الدوكيومنتس دي موجودة معاك. فبالتالي أنت ما تعملش فايلينج إلا للدوكيومنتس المهمة فقط، وما تعملش فايلينج إلا للحاجات الأوريجينال. ممكن تعمل الحاجات كوبي بس هتبقى برضو حاجة مهمة وحاجة أنت لازم تحتفظ بيها، تمام. تاني حاجة هنا بيقول إن أنت لازم تتبع الدوكيومنتس، لازم تتبع الطريقه بتاعت الدوكيومنتس بتاعتك تكون طريقه منسقه، يعني تكون حاجه انت ما بتغيرهاش، سيستم انت حاطه من اول البروجكت ما بتغيروش لحد اخره. انت متعود ان انت تحط كل الماتيريال سبميتد مع بعض، فاصلهم اركتكتشر ستراكشر ميكانيكال الكتريكال، يبقى ما ينفعش ان انت تجمع في حاجه، ما ينفعش ان انت تغير السيكونس ده. فلازم تبقى الميثود بتاعتك لازم تبقى ميثود ما بتتغيرش، لازم تبقى طريقه موجودة وما بيحصلش عليها أي تعديل. ممكن يحصل عليها أبديت خفيف إن أنت تعمل سب فولدرز لو طلع إن أنت عندك مثلا كان في قسم مثلا أنت مش بتستعمله وفجأة جالك حاجة مثلا زي اللاندسكيب مثلا أو حاجة زي الانتيريور ديزاين، ده مثلا كنت بتتعامل فيه إن هو تحت الأركتكتشر مثلا وفجأة اكتشفت إن الديفيجن ده أو الديسيبلين ده أنت بتتعامل فيه كتير دلوقتي، فبالتالي أنت محتاج إن أنت تعمله سب فولدر، تعمله سب فولدر تحت الفولدرز بتاعته المين فولدرز بتاعته، تمام. طيب بعد كده بنقول store related document with each other، ان انا لازم احط كل الدوكيومنتس اللي ليها علاقه ببعض مع بعض، ما ينفعش ان انا افصلهم علشان لما اجي ادور عليهم الاقيهم كلهم موجودين جنب بعض. Let's say مثلا انا دلوقتي بحط كل حاجه الميكانيكال في تري واحد، كل ما يخص القسم بتاع الميكانيكال مثلا في كابينت لوحدها، كل بقى حاجه الماتيريال الشوب دروينج الاسبلت الريكوست فور انفورميشن اي حاجه بتخص القسم بتاع الميكانيكال بحطها في مكان، فبالتالي انت عارف ان كل الحاجات اللي ليها علاقه ببعض حاططها، انت مقسمهم كاتيجوري تحت بعضهم بس حاططهم كلهم في كابينت واحده، تمام. بعد كده بيقول لك ان هو لازم تفصل العمل الجاري عن عمل الخلصان، بمعنى ان انا دلوقتي عندي مثلا بعمل فولو اب على دوكيومنتس معينه ستيل لسه الموضوع ده ما خلصش، او انا عندي شويه ليترز لسه ما تردش عليهم فهم لسه ما خلصوش، فبالتالي انا مش عاوز ان انا اعمل لهم فايلنج الا لما الايشو بتاعتهم تخلص. ما ينفعش تحط الاثنين مع بعض في نفس التراك،
ما ينفعش تحط الحاجة اللي هي اوت ستاندنج اللي انت مستني لسه عليها اكشن مع الحاجة اللي هي خلاص اوريدي خلصت ولازم تخلص وتطلع من وتطلع من عندك، او ان هي تتحط في الفايلز بتاعتك. احنا اتفقنا ان الفايلنج دايما لازم يبقى له تري عندي، بحط كل الدوكيومنتس اللي محتاجة يتعمل لها فايلنج في تري واحد، فالتري دي لازم تبقى شاملة كل الحاجات اللي احنا خلاص خلصناها. في حاجات بقى بيحصل تبقى لسه هي ان جوينج ورك، فده انا بفصله في تري لوحدها علشان الاثنين ما يتلخبطوش مع بعض، عشان ما اضطرش ان انا اجي في يوم من الايام ان انا اخد ده احطه في الفايل وهو لسه تحت تحت الفولو اب، او ان انا لسه ان هو احنا لسه شغاله فيه ما خلصش. تمام. برضو هنا بنقول لك ان انت برضو ما تحطش الدوكيومنتس كتيره في فايل واحد او في فولدر واحد، علشان الريفيجنز لما تيجي ما يحصل لهاش ما يبقاش شكل الفايل وحش او الفايل يبوظ، او انت تيجي تستعمله كل ما تيجي تفتحه ما بتعرفش ان انت تحرك الورق فيه بسهوله، فبالتالي الورق هيتقطع. بعد كده بيقول لك تنظيم الوثائق حسب التاريخ. طبعا احنا قلنا الحاجات اللي احنا بنتعامل فيها الفايلنج في التاريخ، قلنا الايميلز اللاترز بالذات، هي الايميلز ان هي دايما ما بيبقالهاش كاتيجوري احنا بنعرف نعمله، بالذات لو حوا بالذات لو الايميلز دي انا بضطر ان انا اطبعها واحطها تاني، ان انا احطها في الهارد كوبي لازم اعملها بالتاريخ. اللاترز برضو تبقى مترتبه بالتاريخ، بس هي برضو مترتبه بالسيكونس بتاعها. تمام. اخر حاجه بنقول ان احنا المهم جدا ان احنا نعمل نسخ رقميه من الدوكيومنتس بتاعتنا، علشان تغنينا ان احنا نروح نستعمل الهارد كوبي ده كتير، لان انا لو عندي حاجه سكاند للدوكيومنتس دي انا مش هضطر ان انا اروح ارجع للهارد كوبي، الا لو انا محتاجه ابص على حاجه في الاوريجينال، محتاجه اتاكد من حاجه، محتاجه اتاكد ان الورق ده موجود ولا لا، او الدوكيومنتس دي موجوده ولا لا، او دي ممضيه بالطريقه دي ولا لا. فبالتالي انا لما باجي ان انا اتعامل مع الهارد كوبي بكون بتعامل مع الهارد كوبي بلامت جدا. انما ان انا وحطيت الدوكيومنتس بتاعتي على سيرفر، او ان انا خليتها افيلابل للناس بحيث ان هم ما يحتاجوش ان هم يستعملوا الهارد كوبي، يبقى احسن لي بكتير واوفر لي انا في الوقت، وابقى انا حافظت على الدوكيومنتس بتاعتي. اخيرا النصيحه الاخيره اللي بتقول هنا عندنا اخر حاجه، ان انت قبل كل يوم، قبل ما تروح كل يوم، اتاكد ان انت قدرت، يعني ان انت عملت فايلنج لكل الدوكيومنتس الموجوده عندك as you can. لو انت قادر ان انت تعمل لكل تعمل الفايلنج كله قبل ما تمشي، دي حاجه كويسه جدا. اتنين، حط كل الفايلز بتاعتك، حط التري بتاعتك للحاجات اللي انت ما قدرتش تعمل لها فايلنج النهارده، حطها في تري منفصل لوحدها علشان تعمل لها فايلنج اول ما تيجي بكره الصبح. ثالث حاجه، اقفل على الدوكيومنتس المهمه جدا عندك، الحاجات الكونفيدنشال اللي ما ينفعش ان اي حد يبقى يشوفها، او ان هي حاجات المهمه اللي هي تبقى سهل ان هي تتسرق، اقفل عليها كويس جدا باللوكر بتاعك علشان تتاكد ان هي مفيش حد قدر يوصل لها. خامس حاجه، حط كل الورق اللي اي ملوش اي لازمه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ سوري في الـ ارمي كل الورق اللي انت شايفه ان هو ملوش لازمه، او الدرافت او الداشت بتاعك، او اي نوع الورق اللي انت شايفه ان هو مش مهم او ان هو ملوش لازمه، ارميه قبل ما تمشي، لان انت لما هتيجي بكره مش هتبقى فاكر الدوكيومنتس دي كانت مهمه ولا كانت مش ولا كانت مش مهمه. واخر حاجه، قبل ما تمشي حاول ان انت تخلي مكتبك نظيف وفاضي، علشان لما تيجي تبتدي يومك تاني يوم تبتدي اليوم بتاعك وانت حاسس ان انت ما عندكش اي لود من الشغل، الحاجه اللي محتاجه ان انت تعمل لها فايلنج في التري، الحاجه اللي ملهاش اي لازمه خلاص اترمت، الحاجة اللي مهمة بس هي اللي موجودة بس على مكتبك. تمام؟ احنا النهاردة كده خلاص خلصنا. دي الريفرنس بتاعتنا اللي احنا استعملناها في التحضير. تمام؟ وأنا دلوقتي يسعدني الرد على أسئلتكم خاصة بالمحاضرة دي أو خاصة في أي حاجة. لو حد عنده أي سؤال يتفضل. أستاذ عبد الرحمن اتفضل. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا اتفضل. دلوقتي في كثير من الشركات تستخدم الإيميل بالمراسلات. أنا كيف بدي أحول الموضوع المراسلة الإيميل هذا كدوكومنت عندي محفوظ
يعني بحيث انه اي واحد بيجي يحسن يشوفه عندي اياه بالشركه نفسها. يعني ما عمله ولا عمل سوفت كوبي عندي اياه عندي بالكمبيوتر ولا اعمله هارد كوبي؟ انت يا ريت تعمله الاثنين، لان السوفت كوبي هيوفر عليك الوقت ان انت كل شويه تروح تفتح الفايل وتبص عليه وتجيب له الفايل، او تحدي يستعمل الفايل بتاعك ويبقى هو معرض لان هو يحصل له دامج او ديستروي. فمفضل ان انت تعمل الاثنين. انت هتقدر تسيرش بالاوتلوك كويس جدا، بس انت يفضل ان انت تعمل الاثنين، الهارد كوبي والسوفت كوبي. تمام، يعطيك العافية. بالتوفيق أستاذ محمود رمضان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور، اخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. أنا في بس مشكلة واحدة بتقابلني ساعات في حفظ المخططات أو الشوب دروينج أو حتى الأزبط دروينج كسوفت كوبي. يعني انا لما بيجيني الهارد كوبي بقدر ان انا افيله زي ما حضرتك ما تفضلت بالشرح النهارده. طيب لما باجي بكون عايز افيله كسوفت كوبي، مش كل المقاولين بيكون عنده الامكانيه ان هو يكون عنده بلوتر مثلا ان هو يسحبه سكان او كده، وخصوصا اذا كان عليه ملاحظات. فايه الحل في الموضوع ده؟ هو ما فيش حل غير ان هو يتعمل له سكان، اما ان انت تاخده كباكج كده كل شهر مثلا تبعته لمكتب تصوير يعمل لك سكان لكل الدوكيومنتس دي، او ان انت تفرض على المقاول ان هو يجيب لك سوفت كوبي منه. بس هو ملوش حل غير ان هو هو لازم حتى سكان. لما بيزودني بيه سوفت كوبي بيزودني بيه ك اوتوكاد او حتى بي دي اف، بس ما بيكونش عليه الملاحظات اللي الاستشاري بتاعي حاططها عليه. فانا ما ببقى يعني مضطر ان انا قلت لحضرتك انا هيد اوفيس، انا الاونر، مش لا استشاري ولا مقاول. فلو انا استشاري هقدر افرض على المقاول، لكن انا في الاخير بيجي لي باكج السوفت، النسخه بتاعتنا بتيجي كهارد للحفظ في ملف، ما بيبقاش عندي قدره ان انا اطلب من المقاول مباشره او حتى من الاستشاري، بيبقوا عندهم يعني خلاص ماشي ان شاء الله وما بيعملوش. فده الحل الوحيد بتاعها، ان اجبره يا اما ابعتها انا من طرفي، مفيش بالظبط. حاجه تانية. لا اما تجبره ان هو يخليه ان هو يعمل لك ده سوفت كوبي، ان هو يبعت لك الحاجه دي سوفت وهارد كل شهر، او ان حضرتك بقى انت اللي بتبعتها تبعتها انت تجمعها كل شهر كده توديها لمكتب تصوير يعملها لك سكان. هو ما انا ملهاش حل بحاول تاني. اتصرف، باخد اللي هو الكفر بيج وباخد منها بعض اللقطات اللي عليها الكومنتس، على يعني بس بسكنها انا اي 3 وبرفقها وخلاص، يعني غصب عني ما بقاش اقدر اعمل اكتر من كده. انا قلت يمكن يكون في حل اسهل. ده خالص مش هتلاقي عندك اي حل غير ان انت بس يا اما انت تسكنها بنفسك، او ان انت تجبره ان هو يسكنها لك ويجيبها لك جاهزه. مشكورة، شكرا جزيلا. تمام، بالتوفيق، اتفضل. في حد عنده أسئلة تانية؟ طيب يا جماعة كده، بما إننا مفيش حد، أستاذ محمود هو ده سؤال حد جديد؟ طيب اتفضل.
الو ايوه اتفضل. يا دكتور معلش، هو احنا بالنسبه للحضور بتاعنا، تسجيل الحضور، احنا بنسجل يوميا او كل محاضره بنسجلها في شيت. كان اول ما اشتغلنا كنا في شيت يقعد بيظهر الايام الحضور اللي حضرناها واللي ما حضرناهاش، ده بنقدر نحصل عليه ازاي؟ والله الكلام ده مع أستاذ أحمد حسام، هو اللي بيرتب كل القصص دي. حضرتك ممكن تتواصل معاه على الواتساب وهو يبلغك يا زي، لأن أنا والله أنا مش عارفة بجد. طيب ماشي، شكرا جدا. ماشي يا فندم، العفو. أستاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية دكتورة. عندي سؤال ثاني الله يجزيك. اتفضل. دلوقتي لو افترضنا انا دوكمنت بتاع استشاري وخلصت المخططات وانا عايز المقاول ياخذ منها نسخة، بس ما المقاول لما يجي ياخذها ما بيرجعها، شو هي الطريقة اللي يخليه اجبر المقاول انه يرجع للنسخة تبعي، الدروينج تبعي؟ لا معلش انا ما فهمتش السؤال، ممكن تاني؟ يعني بعد ما نعتمد الدروينج بده المقاول ياخذها على اساس انه يعمل نسخة منه، يعني تمام. مشان يعني هو يحتفظ فيها هو كالمقاول، هو بس بياخد بعدين هو الهارد كوبي بياخذها صح؟ هو بياخد الاوريجينال. بياخذ اوريجينال وبعدين ما برجعه، شو هي الطريقة اللي يخلي المقاول يعني يلتزم ويرجع لنا الدروينج الاوريجينال؟ والله هو ممكن حضرتك تاخد منه مثلا، هو المفروض ان هو بعد هو حضرتك استشاري صح؟ اه هو حضرتك ممكن ما تدوش الاستلام غير لما ياخد منها كوبي ويرجعها لك، يعني حضرتك احجز استلامك عندك، ايوه فاهمني؟ يعني انت المفروض ان انت بتديله ختم ان انت خلاص استلمت الدوكيمنتس بتاعته دي وان هي تمام، ما تديلوش الاستلام بتاعه الا لما هو يخلص لك الكوبي بتاعتك ويديها لك، ايوه تمام، فهمت عليك. تمام؟ وكل شهر كده ابعت له ريمايندر بالدوكيمنتس اللي موجوده عنده كايميل، خليها بيرسونالي ما بينك وما بينه، ان هو كايميل ما بينكم ان الحاجات دي متاخره عنده. خلي عندك كده دايما ليست بالدوكيمنتس الاوت ستاندنج اللي عنده اللي هو لسه ما بعتها لكش، وكل شهر فكروا بيها ان هي بتبعته، ان هو يبعتها لك، ولما ما يبعتهاش حاول ان انت تصعد الموضوع شويه للبي ام لحد ما يبعت لك كل الدوكيمنتس بتاعتك. واضح واضح، يعطيك العافية. تمام، بالتوفيق. طيب يا جماعة، بما إننا كده ما عندناش أي أسئلة، أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.